قلبها في راسك مع الدكتور هاني الغامدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حنتكلم عن القراءة. يوه تاني حترجع تقول لنا موضوع القراءة وروحوا للقراءة وسووا في القراءة. طيب بشويش اهدوا. المعلومة تساوي الحرية. Knowledge is freedom. الناس دي عرفتها من سنين طويلة في الغرب. وعلى فكرة أساس حضارتنا ترى كلها كانت تعتمد على المعلومة، على الحضارة. كثير من الكتب المباركة اللي خرجت تشرح الشريعة وتشرح التاريخ، ولنا كثير في ذلك. ده احنا كنا أهل الكتب، كنا أهل القراءة، كنا ناس اللي نقرأ، مليانين معلومات. الكلام ده إلى سنوات مضت. وعلى فكرة حتى على مستوى الجيل الحالي اللي بيسمعنا الآن، في حوالي 40 سنة مضت، أنا من الجيل ده، كانت القراءة تعتبر من الأساسيات في حياتنا. ده حتى كان في مناهج لا صفية من ديك السنين بأنه نقرأ كتاب ونلخصه، وكان يعتبر جزء من مادة التعبير. وفي حاجات تانية كتير لو كان وتأخذ عليها كمان جوائز. أيام الإجازة تقرأ كتب وتلخصها وتقدمها أول ما تبدأ المدرسة وتأخذ عليها علامات. سبحان الله العظيم، كانت العملية نسويها بحب. الآن الموضوع اتغير. أقرأ ليش؟ يا عمي عندي الواتساب هو اللي يديني كل المعلومات، عندي السوشيال ميديا، عندي الانترنت. أنتوا الناس القدامى اللي بتجيبوا المعلومات وتقعدوا تقلبوا في الورق وحالتكم حالة وتضيعوا ساعات، وأنا المعلومة تجيني بتكة زر. طيب تعال نتحاسب، ترى الكم الهائل من المعلومات اللي موجود على الانترنت ترى ما هم فلتر، ترى في كثير من الأمور اللي موجودة مكذوبة لأغراض معينة، إما لأشخاص أو إما لجهات، سواء على المستوى الشرعي، على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي. أمور كثير موجودة. بالإضافة لحاجة تانية، ترى القراءة ما تخليك تقدر تقفز إلى مستويات أعلى، بل الأمر يحتاج إلى تدرج. بمعنى أنه زي ما أنت بتدرس الآن سنة أولى ابتدائي، سادسة ابتدائي، أولى متوسط، ثالثة، أولى ثانوي، ثالثة ثانوي، جامعة، أنت ما بدك تكون في الابتدائية وتقفز للجامعة وتدوك كتاب من الكتب المنهج الثانوي وأنت لساعك في الابتدائي عشان تقدر تفهم. ده حتى على مستوى المناهج فيها تدرج. القراءة تحتاج إلى أنك أنت توسع من هذه المساحات، بحيث أنك أنت يكون عندك معلومة عامة. أنا ما أقولك أقرأ في العلوم وأقرأ في التاريخ وأقرأ في الجزء الشرعي فقط، إحنا عندنا كتب موجودة توضح لك ماهية الآخر. كثير من الروايات، كثير من الأمور اللي موجودة في الكتب بتوضح لك بعض الأمور اللي بتتم في بعض الدول. كتاب واحد ممكن يخليك تحس أنك أنت سافرت إلى تلك البلد أو تلك المنطقة، لما تعيش من خلال رواية من الروايات اللي طبعا فيها أسس وفيها أصول، ما تكون فيها خروج عن النص. ويا كتر هذه الكتب اللي موجودة واللي مفسوحة وموجودة في المكتبات. روحوا أي من المكتبات الكبيرة وأسأل نفسك سؤال، كم كتاب عندك؟ بصراحة كم كتاب قرأت خلال الخمس سنوات اللي فاتوا؟ واحد زي حكايتي يلتهم الكتب كل يوم والتاني للمعلومة العامة، وبرضو عشان أعزز من التخصص، العملية تحتاج إلى تحديث. فالعملية ما هي عملية أنه أنا أقرأ لمجرد إجبار ذاتي، أنه أنا أقرأ لمجرد تطبيق موضوع أنه والله أنا بأمارس القراءة. بالعكس، العملية فيها فايدة عظيمة. بالإضافة أرجع للمثل اللي بقوله، Knowledge is freedom. المعلومة تساوي الحرية. يعني إيش؟ يعني لما يجيني غرض أو مغرض عفوا يبغى يتكلم كلام فاضي ممكن أنه يؤثر علي، لا معليش ما تضحك علي، أنا عندي المعلومة، أنا أعرف البلد دي تفكر في كيف، أنا أعرف الوضع ده إيش كيف أموره بتمشي، أنا أعرف بلدي على الأقل إيش فيها. إنما ما أروح أتبع للمعلومات اللي موجودة على الإنترنت وأقول أنه هي دي المعلومات العامة. ترى المعلومة العامة تحتاج إلى استثمار في ذاتك. إذا ما استثمرت في ذاتك بمعلومة صحيحة لها مرجع واضح ضمن كتب معينة أو مراجع أساسية، فمعنى ذلك أنك أنت قاعد تستقي الأمور من ما هو عليه الإنترنت. وما أدراك ما هو الإنترنت؟ وللأسف ثقافة الإنترنت هي الثقافة اللي مديتنا في داهية. انتبهوا، ترى إحنا نرتكز على معلومات حقيقية واقعية، بينما البعض الآن بيرتكز على معلومات، ما بدي أقول كلمة وحشة، أنتوا فاهمينها وعارفينها، بيني وبينكم معلومة ما تسوى. راجع نفسك، شوف بالضبط من فين تجيب مصدر المعلومة، على أساس أنك تتكي على تخصص واضح وعلى إجابة واضحة عشان تستطيع مناطحة الفكر بالفكر، لأن العملية تحتاج إلى وضوح ورؤية واستراتيجية في جزئية المعلومات اللي موجودة عندنا. قلبوها في راسكم فيما يخص القراءة، وما أجمل من قراءة القرآن. ولا ننساه في الأيام دي، ترى هو وقته.
بكرة لنا لقاء إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله.